وأيضاً القرآن فيه مجملات، والسنة هي التي تبينها وتفصلها. والله جل وعلا يقول لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مفسرة للقرآن وموضحة له ودالة عليه، فالسنة لها ارتباط وثيق بالقرآن لأنها بيان له، توضيح له، تفصيل لمجمله وتقييد لمطلقه. وقد تنسخ شيئا من القرآن، ينسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن والقرآن بالقرآن والسنة بالسنة. لا بد من هذه المطالب العظيمة